دولي للكتاب بالعاصمة الجزائر، أهم المحطات الأدبية في البلاد وفرصة للمثقف الجزائري أين يروي عطشه الأدبي. يعد الصالون الدولي للكتاب في الجزائر كل سنة واحد من المحطات الهامة لمحبي الثقافة المطالعة للطلبة الدارسين والمفكرين ومحبي الكتاب بشكل عام، نظرا لما يوفره من مادة علمية تجلبها دور النشر المشاركة من مختلف بقاع العالم للقارئ. نشوفوا انه معرض الكتاب في او عفوا صالون دولي للكتاب هو حاجه نبداو بايجابيات هذا المعرض، هو انه حاجه مليحه للشباب وحاجه مليحه لجميع الناس خاصه منهم الطلبه والمتمدرسين. كاين الكتابات، كاين بزاف لي دومين، كاين باغ اكزومبل حنا لي زيتيديون يعاوننا، كاين حاجات ما نلقاوهمش في لي فاك ولا نلقاوهم في معرض الكتاب. لكن بقدر الإيجابيات التي يحملها الصالون الدولي للكتاب إلا أن كثيرا من التساؤلات تطرح يراها القارئون علامة سلبية بارزة، منها السعر، الكتب الممنوعة من العرض، أماكن العرض، وحتى مسألة اللغة. لماذا لا تعطي للكتاب؟ لماذا لا نعطي؟ يعني مش ليس المدير المعين فقط، إنما المجتمع الجزائري، لماذا لا نعطي للكتاب أهميته وقيمته؟ نروح مع الكتاب إن شاء الله يكون عنده إقبال واسع هذا العام إن شاء الله، إن شاء الله يكون قدر التطلعات الطلبة وإن شاء الله تكون الأسعار معقولة. صالون دولي هذا الكتاب دائما محتكر في العاصمة، لازم على الأقل خلوا صالون دولي يكون متنقل، نديروا يعني قافلة تاع الكتب تتنقل. بالرغم من كل النقاط السلبية التي سجلها ويسجلها محبو الكتاب، يبقى الصالون الدولي للكتاب بالجزائر من أكبر المعارض في العالم على الإطلاق للفرص التي يوفرها لعشاق الكتاب من كل ربوع الجزائر وحتى الأجانب. وبهذا لميس نصل